انضم إلينا مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب. رائد أهلا بك، شكرا لانضمامك إلينا. حركة الجنيه الاسترليني وهذا الارتداد في جلسة اليوم، إلى أي درجة تعتقد بأنه بالفعل احتمالية دخول الفائدة في بريطانيا إلى المنطقة السالبة هي بعيدة على المدى المنظور؟ بشكل كبير تعتبر تراجعات، خلينا نقول رئيس أو محافظ البنك المركزي عن إمكانية أن يكون هناك خفض لأسعار الفائدة سبب ارتفاعات مؤقتة في الجنيه الاسترليني، ولكن واقع الأمر بالإضافة إلى التطورات الأخيرة التي يشهدها اقتصاد المملكة المتحدة فيما يتعلق بإمكانية عودة فرض الإغلاقات الاقتصادية، هذا بشأنه أن يسبب مزيد من الضغط على اقتصاد المملكة المتحدة في الفترة القادمة، وبلا شك سوف يتطلب مزيد من التحفيز المالي والنقدي من المملكة المتحدة، والأنظار تتجه نحو إمكانية أن يكون هناك خفض في أسعار الفائدة، وذلك بموجب ضغط أكبر من البيانات الاقتصادية التي قد تظهر ضعف أكبر في اقتصاد المملكة المتحدة في الفترة القادمة نتيجة الإغلاقات الاقتصادية. نحن نعلم المملكة المتحدة كانت متساهلة في بداية الموضوع ببداية هذه الجائحة فيما يتعلق بإغلاق الاقتصاد، وكان التركيز الأساسي على أن لا يكون هناك تأثير على دائرة الاقتصاد، ولكن بلا شك مع ارتفاع عدد الحالات ويعني ضراوة الموجة الثانية من هذا الفيروس مضطرين إلى أن يتجهوا بهذا الاتجاه. بلا شك التأثيرات ستكون لاحقا، خصوصا مع موضوع البريكزيت في الفترة الحالية أو ما يسمى بالكوفيد في المملكة المتحدة حاليا، وهي مزيج ما بين الكوفيد والبريكزيت كتأثيرات سلبية على الاقتصاد. فمنطقة سلبية بالنسبة للأسعار الفائدة، من المتوقع بشكل كبير أن تكون مع بداية تعاملات الربع الأول من هذا من العام القادم. يمكن أن يبدأ الحديث من قبل البنك المركزي. رائد، أيضا هناك شهادة مرتقبة لجيروم باول في الكونغرس اليوم وغدا، طبعا في آخر ظهور له وتحدث قبل الأسبوعين عن مد نسب الفائدة المنخفضة حتى عام 2023، لكن بعدها أسواق الأسهم شهدت انخفاضات وتصحيح في الأيام الماضية. ماذا نتوقع أن نسمع منه في شهادته هذا الأسبوع؟ من المتوقع أن يفقد الاقتصاد المملكة المتحدة حوالي 3% انكماش في هذا العام بعد كل المآسي التي شهدها. 3% يعتبر نوعا ما رقم متواضع بالنسبة للأزمة الاقتصادية، ولكن هذا بلا شك يشير إلى إمكانية سلبية في الفترة القادمة أن يكون هناك مزيد من الضغط أو اليو شيب يستمر لفترة أطول فيما يتعلق بتعافي الاقتصاد وبتعافي أسواق الأسهم، في حين تبقى لدينا هذه الطفرات المرتبطة بأسواق التكنولوجيا التي تعتبر هي أسهم دفاعية في الفترة الحالية، ويتجه إليها المستثمرون إجمالا في حالة يعني رغبة بالمخاطرة، ولكن هي انتقائية في الوقت نفسه، في حين الاقتصاد الأمريكي يواجه أكبر ما ننتظره من جيروم باول هو كان هناك بعض التطمينات فيما يتعلق برفع مستويات النمو وأيضا مستويات تضخم واستهدافات أفضل بالنسبة للبطالة. هل ذلك قد يعني إيقاف مزيد من برامج التيسير التحفيز التي منتظرة من الفيدرال الأمريكي؟ ما ننتظره أسواق الأسهم فعليا هو هل ما سيتم أو ما تم فعله هو تمديد هذا الأمر أو تمديد هذا السيناريو لثلاث سنوات على سبيل المثال فيما يتعلق ببرامج التحفيز كافي؟ إذا كان هذا الأمر كافي أعتقد سوف يكون سلبيا بشكل كبير على أسواق الأسهم، وخصوصا القطاعات التقليدية والأسواق والقطاعات المالية على وجه التحديد. شكرا جزيلا لك، مباشرة من دبي رائد الخضر رئيس قسم الأبحاث في إكويتي جروب، أهلا وسهلا بك.